السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من وان اور نتوركينج. هاي المرة طبعا راح نعمل بي جي بي راوتينج ما بين هذول الثلاث راوترات. طبعا هذا راح يكون عبارة يعني 1 و 3 زي كأنهم تابعين لشركات، فراح يكون عليهم راوتينج وفايروول كابابيليتي. اما بالنسبة لبي اف سنس 2 راح يكون فقط عبارة عن راوتينج، اسهل الكونفيجريشن، ويعني ما راح نتغلب لانه مش موضوعنا اللي هو الفاير وولينج على هاي. احنا بدنا نعمل راوتينج اللي هو عن طريق البي جي بي بوردر جيت واي بروتوكول. طبعا راح ابدا من الصفر، يعني شايفين هون اتوقع بتعرفوا توصلوا الاشياء هاي. اللي عملته هون اني عملت فيرتشوال ماشين هاي اللي هي بي اف سنس 4، فلنفرض انه بي اف سنس 4. ف اول شيء بتيجي طبعا بتضيف ثلاث انترفيسز، ثلاث طبعا ما في داعي اصلا تستخدم هذا كلياته. بتعمل بعدين عمليه كلون، يعني مثلا انا هذا مش موصل مع اي شيء، فشو اعمل؟ يعني كيف اعمل بي اف سنس 1 و 2 و 3 و 4؟ طبعا اول شيء بتعمل انستوليشن زي ما يعني شفت بالفيديوهات السابقه، وبعد ما تعمل انستوليشن بدك تدخل على الافيليبل باكجز وتنزل باكج اللي هو اوبن بي جي بي، او اللي هو الراوتر، يعني الباكج الخاصه بالراوتينج راوتينج كابابيليتي خلينا نحكي. بعدين طبعا بتعمل بعد ما تخلص تنزل باكجات، تعمل ابديت للبي اف سنس، تعمل كلون، فمثلا بتحكي له هذا بي اف سنس 6 ري انيشاليز علشان ما يصير عندك مشكله على الماك ادريسز يغيرهم. بعدين بتحكي له everything علشان يعمل مش بس للستيت هاي، اذا في سناب شوت كمان بيعملهم كلون. بعدين بتحكي له كلون مباشرة، بصير يعمل كلونينج، بصير ينسخ الملفات ويغير الاشياء اللي لازم يغيرها. طبعا يعني حسب طبعا سرعة جهازك وقوته راح ياخذ منك وقت، يعني هاي انتهى. طبعا بعد ما تعمل هيك تدخل على اللي هو جينس 3 ومن preferences تدخل على virtual machines او virtual box، تحكي له new، بيعمل لك list بالموجودات، فهي صار عندك pfsense 6، فبتحكي له finish. بعدين ندخل تكبس عليه يعني على pfsense 6، تحكي له edit. لما تدخل على edit طبعا لا تنسى انه في عندك networks هون، واحنا بدنا ثلاثة، واحد يعني اجيت هون، لا مش هون، طيب اوكي هسه بحكي لكم ليش بدنا ثلاث. بس طبعا بدك تحكي له allow علشان جي ان اس 3 يقدر يغير الكونفيجريشن تبعت الفيرتشوال بوكس ماشينز، وبدك ثلاث، واحد للمانجمنت، واحد لا يكون يعني يربطك مع الراوتر الاول، واحد راح يكون يربطك مع الراوتر الثاني. تحكي له اوكي apply اوكي. طيب طبعا راح تعمل كونكشن بالشكل التالي، و يعني ما في اي شيء، عباره عن انك تيجي هون، هاي مثلا بي اف سنس 6، بي اف سنس 5، وبي اف سنس 4. بعدين تحكي له اعمل كونكشن. طبعا لا يعني بدك علشان ما تتخربط انه مثلا تحكي له هاي، دائما خلي ايثرنت 2 لل يعني شايف ايثرنت 0 مع ايثرنت 0، ايثرنت 2 مع، اما ايثرنت 1 انا دائما بشكل على كل هاي ايثرنت 1 انا بخليه للمانجمنت، وطبعا ما بوصله، يعني لو شفت هون مش موصل ولا هون ولا هون. تمام، هاي شغله اولى. اما بالنسبه للشغله الثانيه اللي هي فيرتشوال بي سي،
كثير سهل وكثير بسيط. بتنزله بتنزل فيرتشوال سويتش بتوصله معي، عشان اذا حبيت يعني تستخدم اكثر من فيرتشوال بي سي بيكون عندك ال بس تعملهم رن. فشغلهم كلياتهم مع بعض نشوف. طيب انت اكيد هسا بتسأل حالك كيف بدنا نعمل مانجمنت للبي اف سنس فيرتشوال ماشين، يعني كيف بدنا نعمل مانجمنت لهدول الثلاث؟ اكيد مش عن طريق الكونسول، يعني مش عن طريق البلاك سكرين او الكونسول كيبل، او يعني مش بهي الطريقة. انا بحكي لك الامر بسيط، انت بتدخل هون على الاوراكل فيرتشوال بوكس مانجر، ومن الاوراكل فيرتشوال بوكس مانجر شايف هذول اللي شغالات مباشره، هو اعطاهم اشياء. انت عادي بكل بساطه بتدخل هون تكيلو نتورك ادابتر 2، ذكر ايثرنت 1، هوست اونلي ادابتر، فيرتشوال بوكس نت 0، وكذلك الثاني نتورك تو هوست اونلي ادابتر فيرتشوال بوكس 0. طيب نتورك تو فيرتشوال بوكس 0، تحكي له اوكي. وهي هيك بتكون هيئت المانجمنت انترفيسز. طبعا المانجمنت انترفيسز عن طريقهم نقدر ندخل على الويب كونفيجريتر، وعن طريق الويب كونفيجريتر نعمل كونفيجريشن لكل شيء، وبنقدر كمان نعمل خاصية بالمرات القادمة بعد ما نعمل كونفيجريشن للانترفيس تبع المانجمنت تبع الويب كونفيجريتر. يعني تقدر تدخل هون تحكي له ستارت في ام ان هيدلس مود، يعني هاي فعليا الشاشة السوداء او اللي هي الفي ام فعليا ما بتظهر عندك، خلص بيشغلها بالباك جراوند. فانت بتعمل هيك خلص، يعني اذا حبيت يعني تضلك تشتغل على البروجكت تبعك وتشيك الموضوع. طبعا نعرف انه البي جي بي هو يعني اللي بيحرك ال يعني البي جي بي هو فعليا ده انترنت بروتوكول، يعني هو اللي بربط كل الراوترات كل الراوترات تبعت الانترنت بالعالم كلياتهم مع بعض، والنتوركس والسبنتس والاشياء هاي. ف حاليا اللي راح نعمله هو التالي، راح ندخل على كل فيرتشوال ماشين هون تحكي له تو اساين سيت انترفيسز اي بي ادرس. طبعا هون مباشرة شايفين شو عمل لي، اعطاني الاخر كونفيجريشن انا عملتها، لكن اللي راح اعمله هو التالي، ادخل على 2 وبعدين احكي له 192.168.56. طبعا انا من وين عرفت هذا الموضوع؟ يعني كيف عرفت انه 56؟ من وين جبت هاي النتورك؟ يعني انا شبكت المانجمنت انترفيس زي ما انتم شايفين هون، شبكته على ال virtual box net 0. طب نشوف شو ال virtual box net 0 من هون من النتوركس، host only adapters او host only networks، بما انه هذيك adapters هاي networks. كبست على هاد وحكيت له ايش edit، شايفين هاي 56 192، ها 1 بالنسبة لجهازي انا، يعني انا جهازي البي سي الفيزيكال بي سي الهوست هو دوت 1، وهاي الدي اتش سي بي سيرفر بوزع عليهم. اللي راح اعمله هو التالي، راح احكي له انه هذا عباره 201 لانه بي اف سنس 1/24، واحكي له نو. وهيك بعمل كونفيجريشن ل شايف مباشره حكى لك انه بتقدر تدخل عليه عن طريق 201. فلو دخلت هون على الفايرفوكس حكيت له طيب
احنا سيفتهم هون عشان اسرع واسهل، عشان بسرعة ما ناخدش وقت طويل. فهاي اول واحد فتح عندي. طيب ندخل على الثاني. هسا حاليا هاد ما اله شغل لانه خلاص احنا وصلنا للمانجمنت انترفيس. ندخل على الثاني 2 اللي هي set interface IP address 2 علشان LAN interface 192.168.202.24.0 هيك بيكون يعني عمل لي configuration. طب ندخل نتأكد 2 اوكي login تمام 100 100. طب اخر واحد 192.168.0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 .
طيب حاليا انتم شايفين عندك ثلاث كلياتهم نفس الهوست نيم، فكيف بدي اغير الهوست نيم مباشره؟ احنا من الادفانس سوري من الجنرال سيت اب، فبتحكي له هذا عباره عن بي اف سنس داش 1 او بي اف سنس 1، خلي 1 حاطينه بالمره الماضيه 1 اور نتوركينج. طيب شيل DNS allow DNS انسان حطوه، واخر شيء نحكي له save. ندخل على الثاني general setup، عشان نعرف على اي فاير وول احنا حاليا موجودين وايش بنشتغل احنا فعليا. ف سيف، شايفين صار اول واحد بي اف سنس 1 بي اف سنس 2 بي اف سنس 3. حاليا اللي راح نعمله هو التالي، ندخل على بي اف سنس 2. ليش؟ الان هذا حكيت لكم لازم يعمل بس راوتينج، مش لازم يعمل فاير وولينج، لانه اصلا ما بيهمني، انا بدي امر البيانات هيك وهيك، هون بدي اعمل فلترنج وهون بدي اعمل عمليه فلترنج. فانا بدخل بكل بساطه بخليه يصير راوتر لحاله، ما في داعي يكون فاير وول. فاير وول النات بحكي له ديسيبل فاير وول، ديسيبل اول باكيت فلترنج، يعني راوتر 100% مش فاير وول. بطل فايروول، صار مجرد راوتر بمشي البيانات. هيك بيكون عندي كل الموضوع، كل يعني المزايا اللي مبدئيا بدي اياها. طيب بالنسبه للباكيجات، فانستول باكيجز هاي اللي انا بدي اورجيكم اياها، نزلت مجموعه من الباكيجات، لكن من السيرفيسز هاي بتقدر تشوف اوبن بي جي بي ديمون اللي هي دي. ف انا اللي راح اعمله من هون او لا، خلينا نعمل assign للانترفيسز. فانا طبعا راح ادخل على اول واحد احكي له شو بدنا نسميه، هذا مش وان، بدنا نسميه تو بي اف سنس 2. تمام، يعني هذا رايح على بي اف سنس 2، رايح على بي اف سنس 2 ستاتيك اي بي نون. ندخل هون ايش نحط له، 1 2 من واحد من راوتر، يعني من الراوتر او 1 ل 2، ف 192.168.1.2.1
واحد اثنين اثنين، فهذا رح يكون اثنين، هذا رح يكون واحد. باقي الحالة عندي واحد، تنساش تحط له 24 سيف apply changes. طبعا انت بتقدر تعمل كل configuration لانترفيسز بعدين تعمل له apply changes، بس عشان الوقت ندخل هون نحكي له هاي 1 اوكي to be Pfsense 1 static non. مش ضروري تعمل non IP version 6 لكن يعني ما في له داعي حاليا، احنا مش بنعمل configuration لل IP version 6. طيب كمان في عندي نرجع على الساين، بدي احكي له الان ماشي. طب هاي عاد هذا الانترفيس الثالث، هذا عبارة عن طبعا تعمل له انيبل، هذا to Pfsense 3 زي ما انتم شايفين هون، 2 to Pfsense 3 0 to Pfsense 1. فانا اللي راح اعمله احكي له static IP version 4 سوري، فهو راح يكون 192.168 من 2 ل 3 هو 2 على الشبكة. وطبعا هاي يعني ليش انا بتبع هاي الطريقة بالفيديوهات، بس موضوع انه اسهل واسرع واسهل للفهم كمان. يعني انت خلص بتعرف انه 2 معناته 2 رقمه على الشبكة، بس اما ما في له يعني اي معنى حقيقي. فشايف to be Pfsense 1 to be Pfsense 3 واللان اللي احنا حاليا بنعمل منها configuration. هون عندك نعمل assign نعمل add، وهذا راح يكون اللوكال تبع 1، يعني هذا عبارة انترفيس لوكال تبع 1. توقع هو موجود يعني كل configuration انا يعني شيكت عليها قبل ما ابدأ الفيديو عشان ما يصير عندنا اي مشكلة ان شاء الله. طيب apply بصير عندي هيك 3 interfaces، اخر واحد راح اعمل assign، راح يكون عندي add كمان واحد في عندي 1، هذا رايح على اللي هو Pfsense to Pfsense 2، وهذا عبارة عن static نعم. طيب 233 هو من 2 ل 3 عبارة عن 3 على الشبكة، وهي بتقدر تعمله 32 يعني بتقدر تعمله سلاش 30 30، وبيكون في عندك اللي هو واحد اللي هو أول فاير وول والثاني فاير وول، وراح يكون عندك اي بي للنتورك واي بي للبراودكاست دومين. طبعا هذا اوبشنال، راح يكون شو لوكال نتورك تبع Pfsense 3، فراح يكون عندك هون تعمل له انيبل، تحكي له مباشرة بس تحكي له ال لوكال 3 صحيح اي بي فيرجن 4 1 3 1 24 سيف ابلاي تشينجز. نجي هون على دي اتش سي بي سيرفر، دي اتش سي بي سيرفر وين بدي اياه؟ على لوكال 1، انيبل دي اتش سي بي سيرفر. بعرفش انا بحبه هيك احطه 1.100 1.200 من 100 ل 200 الوضع الطبيعي غالبا، او من 50 ل 100 او من 150 ل 200، بس صراحة انت مش راح تحتاج اكثر من هاي الكونفيجريشن. تعمل له سيف، هنا ندخل على دي اتش سي بي سيرفر على لوكال 3 وانيبل دي اتش سي بي سيرفر 1
3.100 لانه هاي احنا على فايروال 3. طيب هيك انا عملت كونفيجريشن للانترفيسز. مش كل الانترفيسز لا طيب نرجع نشوف نلقي نظرة عامة عليهم كلياتهم. طيب انتو شايفين هون هاي الانترفيسز موجود عندي. هذا المانجمنت انترفيس وعندك تو انترفيسز نعمل دايجنوستيك نعمل بينج ندخل على البينج. طبعا انتو راح تتفاجئوا هسا لما نعمل بينج. ليش؟ لان انا راح اعمل بينج من واحد ل مثلا ل 2. اوكي راح يشتغل اشي طبيعي راح يشتغل. طيب لو جيت هون حكيت له من 232 اوكي بينج تمام 100 100. تيجي هون تعمل بينج تحكي له 12.1 مثلا. طبعا مش راح يعطيك. ليش؟ لانه في عندك تنساش هنا ما في رولز فعليا. لكن لو جيت هون حكيت له رولز بحكي لي انه هذا فعليا ما في اي شيء يسمح بهذا الموضوع. لكن انا اذا بدي بقدر اضيف رول معينة وعن طريقها يعني وعن طريق الموضوع انه اسمح بالاي سي ام بي. يعني مثلا هاي كان ضيف رول اوكي باس تبي افسنس تي سي بي لا اي سي ام بي مثلا source any destination any save. بعدين بحكي له ping دلا دقيقة apply changes. طيب نعمل ping مرة ثانية اوكي success. فبس هذا الموضوع. اما بما انك انت بتقدر تعمل بينج من Pfsense 2 ل Pfsense 1 و Pfsense 3 معناته في عندك full reachability. طيب هو فعليا خلينا نسمح بال ICMP. فأتوقع مبدئيا لو عملنا add بس لانه صراحة واحد بده يشيك على شغله فعشان هيك مرات بفكر في شيء مش شغال. طيب البي جي بي بدنا عشان البي جي بي يشتغل. طيب في عندك اول شيء راوتر اي دي بعدين في عنا الراوتر اي دي النيبرز في عندك الراوتر اي دي والنيبرز وال اي اس اوتونوموس سيستم نمبر و الراوتر اي دي autonomous system و networks اللي بدك تعملهم. يعني networks اللي احنا بدنا نعملهم advertisement networks. ففينا router id neighbors as number هاي. فبنقدر نحكي هون عنا هذا عبارة عن as 5001 او هيك انا عملته المرة الماضية صراحة. هاي اي اس 5002 وفي عندي هون الاي اس 5003. فهنا هذا عبارة عن كل واحد موجود في اوتونوموس سيستم نمبر معين. المشكلة وين؟ انه انا ما بقدر اعمل نيبرز
وما بقدر اعرف شو الاوتونوموس سيستم نمبر تبع جيراني ولا النتوركس اللي ولا بقدر استقبل نتوركس الا اذا كان الراوتر اي دي else if we have the router we can reach the router id of this firewall of this router خلينا نحكي مش هذا فايروول الراوتر مش ممكن نقدر نتعامل معه الا بلا ما نوصل عنده طيب ندخل على services open pgp و open pgp و open pgp واحد راح يكون حكينا تونو سيستم 101 hold time هو ديفولت دقيقة ونص لكن خلينا نعمله 30 بس هون يعني اي بي لسن راوتر اي بي طيب الراوتر اي بي ل 1 راح يكون 1 اللي هو اول واحد مشبوك عشان اسهل يعني هذا راح يكون هون اسهل اشي اتوقع بالنسبة للنتوركس احنا بدنا النتوركس الاولى صحيح وبده يعمل announcement للنتورك هاي او هو هذول اللي بعرفهم او بدنا نعملهم announcement زي ما بدك انت لكن هذول اللي هو بعرفهم فنعمل سيف الان وين المشكلة المشكلة هي التالي انه هذا الراوتر او الفايروول ما بيعرف عن هاي النتورك ولا الانترفيس الموجود هون فلازم يكون عنده static route لهاي تمام هاي واحد بالنسبة للنيبرز او لا قبل النيبرز خلينا نكمل هو 2 hold time 30 router IP اوكي خلص يعني معناته هذا مش راح يحتاج static route عشان يوصل عنده هو بيعرف عن النتورك 1 2 وبيعرف عن النتورك 2 3 جميل طيب وفي عندي هنا autonomous system hold time والراوتر اي بي تبعه راوتر اي دي مش راوتر اي بي واللي هو اي بي لكن راوتر اي دي اللي بيعرف بيعرف هذا الراوتر بي جي بي راوتر للاذر بي جي بي راوترز وهاي سيف كيف بدنا نحكي لهذا البي اف سنس انه في عندك نتورك هون انه هذا الانترفيس عشان توصل بي اف سنس 3 اللي راح يصير انك انت راح تيجي على النيبرز كيلو اد نيبر تكيلو ديسكريبشن ديسكريبشن مثلا تو بي جي بي او لا مثلا تو بي اف سنس مثلا 2 تكيلو النيبر اللي هو دوت 2 و بس توقع يعني هاي في عندك هون عشان الانكريبشن والباسورد والكيز والاشياء هاي يعني هاي اكيد فور شور اذا انت بتشتغل بالانترنت سيرفيس بروفايدر او كذا لازم تستخدم هاي الانكريبشن ولكن حاليا احنا ما مش هاي نحتاج على الاشياء طيب بالنسبة هون راح نيجي على النيبرز احنا عملنا بس نيبر واحد بدنا نيبر ثاني اللي هو راح يكون عندي 1 راح يكون دوت 1 اللي هو اول نيبر اللي هو بي اف سنس 1
كبست edit مش add عشان هيك pfsense 2 save. طب نيجي هون نيبرس add pfsense 1 add save add pfsense 3 neighbor 3 بس save. طب احنا ضفنا pfsense 1 اللي هو 12.1 pfsense 3 23.3 هون عندي 12.1 اللي هو pfsense 1 12.2 اللي هو pfsense 2 طبعا بضيفهم حسب الراوتر اي دي مش بشكل عشوائي هون نضيف اللي هو to pfsense 2 واللي هو 2 نعمل له سيف نضيف الثاني اللي هو pfsense 3 واللي هو عبارة عن 3 نعمل له سيف لو حاليا دخلت على status فيهم الثلاث open bgp هتلاحظ انه ولا شيء شغال لو جينا على ان النيبرز راح يحكي لك انه دوت 2 اوتونوس سيستم 0 وانه هو تو بي اف سنس 2 انه كذا ليش اعطاه اوتونوس سيستم 0 لانه احنا ما حددنا ايش الريموت اوتونوس سيستم طيب وغير هيك انه فعليا لا يستطيع انه يعني ما بيقدر يوصل ل البي اف سنس 2 لانه هاي النتورك مجهوله بالنسبه له طيب هون بدي ادخل على النيبرز وانت شايف كمان نفس الشيء ما عنده اي فكره عنه زيرو ريسيف حط زيرو سنت هون كمان هون طبعا في ريسيف لكن اتونوس سيستم زيرو يعني قدر يوصل له ريموت راوتر اي دي ريموت راوتر اي دي هون حاطها بس لانه هون مش عارف شو هو الريموت راوتر اي دي فما ما حطها يعني طيب الحل انك تيجي تدخل هون على الراوتينج تحكي له جيت واي تضيف جيت واي جديد وتحكي له وين الانترفيس طبعا احنا ما في عندنا غير انترفيس واحد هون اللي هو 2 pfsense 2 ف 2 pfsense 2 address family طبعا النيم تبعه to pfsense 2 عادي انا صراحة ما يعني عادي to pfsense 2 خلص router gateway مين ال gateway راح يكون 2 default gateway set this will evolve طيب نعمل default gateway وهو اشي ممتاز يعني description طيب حلو الان to pfsense 2 خليها to pfsense 2 اوكي هاي apply عشان نوصل للنتورك اللي هو 2.3 فلازم ادخل هون اضيف نتورك احكي له هاي النتورك عبارة عن 192.168.23.0 هاي 24 والجيت واي معروفة واحكي له to be pfsense 3 خلص ما في داعي هي اصلا ديفولت ستاتيك راوت طيب هاي الوحيدة اللي نحتاج عشان نوصل ل pfsense 3
احنا بحاجة لـ static route عشان نوصل هاي. اوكي، وهسه هو بحاجة لـ static route عشان يوصل هاي، فبدنا ندخل على 3 واحكي له اعمل لي static route routing على، نعمل add name to Pfsense to gateway 32 default gateway to Pfsense 2. مش مشكلة، هي بس يعني مش ما هي اسماء متشابهة، لكن مش 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 ضروري يعني، يعني بتقدر تتركها بدون description ولا شيء. ف 192.168.12.0 /24 احكي له ولا شيء. طيب الان من هون تقدر تعمل بينك او لا. .1 حلو. طيب هون نقدر نعمل بينك لا 2 سي 3 خليها جرب. تمام 100%. حاليا يعني حلينا مشكلة ال هاي، لانه احنا ما رح نستخدم اي بي جي بي، يعني without اي بي جي بي. فانا اللي رح اعمله رح اجي من هون احكي له status ونشوف شو تغير عنا بالستاتس اللي هو طبعا انت بتقدر تشوف الديفولت كونفج، مش الديفولت، الرو كونفجريشن، يعني كيف مكتوبه داخل الراوتر اللي هو هاي الرو كونفجريشن. فهي انت مثلا اترنال سيستم كذا كذا، يعني listen on all IPs، يعني معناتها 00 كل الانترفيسز، راوتر اي دي، نتوركس كذا. فاللي راح نعمله هو التالي، راح تشوف هون حاليا لو حكيت له نيبرز فعليا ريموت راوتر اي دي هي وصله، صار بطل 00 هاي ريموت راوتر اي دي، لكن اتونوس سيستم 0. طيب اللي راح اعمله هو التالي، هون عندنا النيبرز هاي عندي الجروبس، عشان كل يعني كل شركه او انترنت سيرفيس بروفايدر فيه العديد من ال بي جي بي راوترز، وهذول كلياتهم بيكونوا مشتركين بأتونوموس سيستم نمبر، فهذول كلياتهم عبارة عن جروب. فأنا باجي هون بعمل اد لنيو جروب وبحكي له جروب 205001، فهذول عبارة عن أتونوموس سيستم 5001، وهذول عبارة عن أتونوموس سيستم جروب 5001 بس description، لكن هو النيم هاي اسم الجروب وهاي الاتونوموس سيستم تبعها. برضه بضيف كمان واحد اللي هو 3، فهو عبارة عن جروب 3 اتونوموس سيستم 5003 و description اتونوموس جروب 5003. سيف، ننتقل على الثاني جروبس اد، فين دي جروب 5001 لان بتضيف ال بي جي بي راوتر 5001، طلع عندي 5001. فانا من هون 5002 جروب 5002 تونو سيستم 5002 عندك 5002. طيب groups add اول اشي router 2 هاي 2 هاي 2 save هاي 3 هاي 3 هاي 3 save. فانا عندي ضفت اول جروب وهي تبعت router 2، ثاني جروب اللي هي تبعت الراوتر 3،
هون راوتر واحد وراوتر ثلاث بما اني انا على بيفسنس 2 هون ثلاث انا بضيف راوتر واحد والراوتر اثنين الان اللي راح اعمله التالي راح اعمل هيك واحكي له انه هذا موجود بجروب بما انه بيفسنس 1 فهي جروب 1 نعمل سيف وعمل ايديت هون واحكي له عبارة عن 2 هو بجروب 2 سيف وهون اجي على النيبرز كيلو ايديت وادخله بالجروب تبعت 5001 لانه هو بيفسنس 1 سيف بعدين اجي اعمل له بيفسنس 3 فهو راح يكون بجروب 3 سيف وهون راح اجي على النيبرز الجروب تبعهم هذا 2 فلازم اجي على 2 كيلو سيف واجي هون على اخر واحد اللي هو 3 واجي احطه بجروب 3 واعمل سيف فهو 2 موجود بجروب 2 3 موجود بجروب 3 1 موجود بجروب 1 3 موجود بجروب 3 1 موجود بجروب 1 2 موجود بجروب 2 الان ننتقل للستاتس عشان نشوف الأمور تكون عنا تمام هذا خلص طيب Autonomous System 5002 Autonomous System 5001 الآن راح يصير في عندك شايف Send و Receive ل Notification يعني هاي الأمور بشكل مستمر في عندك Total هاي صار في عندك تمام 5002 5003 طب من هون لحتى ما يخلص طبعا ابديتس خلينا نعمل كونسول هون ونحكي له اي بي دي اتش سي بي اي بي دي اتش سي بي نحكي له داش ار فهون طبعا راح يكون بعملية الدورة دي او ار اي اللي هي discovery order request order request acknowledgement ما بعرفش ناسي شو ترتيب تبعهم بس انه راح يحصل على الاي بي ادرس اللي هو 100 طيب هذا اول واحد وانا من هون بدي اعمل كونسول كمان راح اعمل له اي بي دي اتش سي بي داش ار هاي عملية discovery order request acknowledgement طيب نعمل بينج لمين 192.168. هذا طبعا موجود البي سي 2 موجود على نتورك 3 ف 3.1 طيب مش مشكلة في عندي فاير وول طيب خلينا نعمل 23.3 او دوت 2 اتوقع التايم تو ليف طيب عمل بينج داش تي 255 مش فاهم شو اللي بيعمله انا
طيب مش مشكلة، خليه هدخل هون واحكي له اعمل لي بينج لمين 3.1 بينج يس. يعني معناته تبادل نتوركس، وحاليا اذا شفت الراوتس رح تلاحظ انه في عندك هون نتوركس نزلوا اي بي فيرجن 4 راوت، رح تلاحظ انه في عندك هون 1.1.3 Open PGP. Open PGP على States على Networks. Input one dot كذا. Next hop. Y. ثلاث أنا ما بقدر أوصل له. واحد وثلاث not neighbors. واحد ثلاث not neighbors. neighbors. Oops. في شيء غلط. groups 2 3 neighbors 2 3. طيب نعمل بينج. طيب هاي بينج بيقدر يوصل ل 3. هاي بينج بيقدر يوصل ل 2.1 راوتر اي دي. مش معقول يكون مش شايف الراوتر اي دي تبعه. طب 2.1 هون انا حكيته 3. طيب هو كل شيء شغال، لكن اللي بيعطيني اياه انه هو مش شايف، يعني لازم يعطيني انه هو شايف الراوتر. شايف الراوتر. طيب انا خطرت ببالي فكره هسه، انه انا بدل ما اعمل static route هيك اعمل edit
وادخل دوت 3 واحكي له سلاش 32 كيلو سيف ابلاي واجي هون كمان نفس الشيء ادخل عليه شوف open pgp stats neighbors سي بحكي لي انه valid selected شافوا لا توها دي لسه طيب بدي اجرب شغله ثانيه هون ادخل static routes اعمل edit واحكي له 2.1/23/30 to router 1 ورد اعمل add احكي له 192.168.12.2/32 to router 2 save by changes المشكلة انه شايف هاي يعني شايف النتورك وعارف الجيت واي وهاي كمان يعني بحكي لك انه هاي اوريجينيشن لكن هو ما يعني قريب طيب انا يعني اتوقع عملت ال best practices بس ما يعني ما مشيت الامور فهي بتقدر تجرب كمان تعمل بينج للاخر عشان اورجيك انه يعني في عندك full reachability لكن ال BGP router ما بيعمل يعني هون فينا neighbors وهون فينا neighbors ولكن بين واحد وثلاثة ما فينا neighbors صراحة ما بعرف السبب او انه لازم نصبر شوية لحتى ما يعمل نيبرين بس اشوف طيب نيبرز ما اخذوا لكن هو شايف ريموت راوتر اي دي بما انه عن طريق الديفولت جيت واي فاخذوا 0.0.0
لكنه في بينهم نيبرينج وهاي بس ما في سند وريسيف هوست ريموت هوست ما في مسجز بيناتهم نهائيا تذكروا النكست هوب هون انه اذا كانت اكثر من هوب راح يعمل دروب لل كان تي تي ال اكثر من واحد فاتوقع انه هون من النيبرز ممكن نعمل ايديت ل 3 احكي له هول تايم مالتي هوب اكس next observe ناسي صراحة يعني مش متذكر بالضبط مالتي هوب اكس 2 لكن ناسي بالضبط ايش ال بي جي بي يعني اورد ال ايش البي جي بي باراميتر لازم نعدله علشان يكون في عندك اكثر من هوب بس يعني مش متذكر بالضبط ايش الهوب تبعتنا لكن انتم شايفين هون صار عندنا يعني راوتر ريليشن شيب بعتذر اول اشي لانه ما حليت المشكلة هاي لكن راح احكي لكم عن حلها في فيديوهات ان شاء الله قادمة شكرا لاستماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته